يلتحق بنا عبر الهاتف رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال مازن أسديري. أهلا بك أستاذ مازن، ما رأيك كيف تنشأ مثل هذه الشائعات وإلى ماذا تهدف؟ يا أهلا أستاذتي وشكرا لدعوتكم. الشائعات السوق ثقة قبل كل شيء. الشائعات تصدر عندما تنخفض الشفافية. هو الحقيقة يبدو لي أنه في صحيفة ذكرت انه في بيع، انه الصناديق الحكوميه تبيع، عدم وجود السعوديه كشريك في السوق، يعني الدوله كمستثمره، هذه قلص الثقه. طبعا السعوديه هي يمكن ثاني دوله في العالم بنسبه وزنها في استثماراتها في الشركات المدرجه، وهذا يعطي ثقه للمساهمين. فظهر المصدر المسؤول لنفي الفكره التي ظهرت خطا ولم تكن قائمه على قواعد سليمه. طبعا يعني النقد اللي قدم السوق يطالب فيه ان وزاره الماليه، واضح ان من جهه وزاره الماليه يبدو لي لان هي تسيطر على جميع الصناديق وهذا شيء ايجابي لها، ولكن اللي نتمنى منها انها تقدم متحدث رسمي. يعني اليوم حتى السوق تاثر ونزلت في قطاعات لبعض الاشاعات، ظهرت يعني بدات تظهر اشاعات حول اسعار الطاقه الدعم الى اخره. هنا تكون في على فكرة أثار أسعار البترول على المنتجات البتروكيماوية، أعتقد السوق عمل لها ديسكاونت لها، يعني أعاد تقييم الأسعار. الآن أصبح هبوط السوق يعود خوفا من الإنفاق الحكومي. لابد من وضع تقرير صندوق النقد الدولي، ظهر من يومين وكتب أن السعودية ما تحط في ميزانيتها البوليسي لها الخطوط لمدة سنتين والثلاث سنوات القائمة اللي يسمونها خطط متوسطة المدة، كميديم تيرم إذا ترجمت سليمة. فأنه لابد وزارة المالية، وزارة قدمت الكثير وصنعت لنا احتياطيات وعملت الكثير شيء رائع، إنها تزيد أيضا شفافيتها بتقديم خطة وتطمن المواطنين نحو الإنفاقات، بالإضافة إنها تطمن المواطنين أن يكون في عنده متحدث مسؤول يطمن حول استثماراتها ووجودها في السوق. هذا سيرفع كفاءة السوق وثقة السوق. أستاذ مازن، بالرغم من تراجع أسعار النفط إلا أن خبراء الصندوق أكدوا على دور المملكة في وقوفها ودعمها اقتصادات الدول النامية الأخرى، ما رأيك؟ هو ذكر دور السعودية التاريخي في أسعار البترول من أزمة فنزويلا، الإغراب اللي حدث لو تذكرين عام 2002، مرورا بما دار في النمو اللي جاء في الصين طارئ عام 2004، 2005 لما حدث الزلزال في أمريكا، وذكر كان أو البركان ناسي، لكن أشاد بالدور السعودي في ذيك الفترة وتغذيته للطلب العالمي، هذا شيء جدا ممتاز. أحداث الربيع العربي لما خرجت ليبيا أشاد أيضا وهو فيها، ولكن هو ذكر وذكر أيضا أشاد بالاحتياطيات النقدية الموجودة في السعودية، هذا شيء ما حد ينكره. أيضا شركات التصنيف الائتماني تزيد للسعودية هذا الشيء، ولكن الصندوق أيضا أعطت بعض الإشارات أن السعودية تطبق بعض الخطط يعني في سياساتها المالية أساس يكون واضح خط الإنفاقات والمشاريع التوسعية عندها. ذكر نموذجين، النموذج الروسي والنموذج المنغولي، أوكي، وأنا أيضا أضيف نموذج ثالث، نموذج تشيلي بعد يبدو النظر له. هذه النماذج ستساعد في مفهوم سياسة الاحتياطيات وسياسة الإنفاقات مستقبلا، راح تساعد المستثمرين المواطنين الاطمئنان، راح تساعد الدولة أيضا في سياسة التنموية. للأسف الآن استاذتي الإعلام العالمي يضع السعودية والصين تحت الميكروسكوب بتشاؤم، هذا غلط وفي ظلم. لم أتكلم عن الصين، سأتكلم عن السعودية. في ظلم، زيادة الشفافية تبدد هذا الظلم، وفي مبالغات أقرأها بالصحف الأجنبية ضد السعودية، مبالغات لا يقبلها العقل، لكن للأسف تنتشر إعلاميا وتترجم بالشرع السريع عبر مواقع التواصل في السعودية وتروج ضد سياستنا الاقتصادية. ولكن مليئة بالأخطاء. ولكن أستاذ مازن، يعني لابد من الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي اعتبر اقتصاد المملكة من أقوى اقتصادات دول العشرين. هذا يأتي من غير بالأرقام، من غير لا أنتظر صندوق النقد الدولي، أي اقتصاد عاقل يستطيع أن يعرف أن من أفضل اقتصاديات الدول النامية، أن من أفضل اقتصاديات الدول أوبك على الأقل، أن من أفضل اقتصاديات الدول الاقتصادها قائم على المواد الخام، ما حد ينكر هذا الشيء. لكن زيادة الشفافية تلغي النقد اللي ضده، تلغي أي شيء وهذا طالب فيه صندوق النقد على فكرة. أساس يساعد السعودية في سياستها التوسعية. أشكرك. والتنموية. كلمة أخيرة. إحنا يهمنا أن السعودية تستمر بمسيرتها التنموية، وهذا اللي ما نحن نراهن عليه.
لا نتمنى أن أزمة الطاقة وأسعار البترول تؤثر علينا بحيث أن يصير في تقليص تكاليف، لا، ولابد أن يرتفع كفاءة التكاليف. هذا ما نتكلم عنه. شكرا أستاذ. نعم، رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال مازن أصديري كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.